يمكن الناس بيعتبروني من رواد الأعمال. أنا بعتبر بعرف حالي إني بحب شغلي، هارد وركر، كوميتد. بعدين شكلي طلعت من رواد الأعمال، بس أنا ما كان قصدي أكون من رواد الأعمال. الحرية بأخذ القرار لما تكوني إلك شغلك الخاص، إلك أنت بتملكي، بأخذ القرار بشو بدك تعملي بالبزنس أكثر. يعني لما تكوني موظفة بشركة، بيكون قد ما كان عندك تكوني صاحب قرار، في دائماً limitations. لما تكوني رائدة أعمال entrepreneur، بيكون إلك حق الاختيار، واللي بتشوفيه مناسب لشغلك تقدري تعمليه. بالرضا طبعاً كانت وقت ما أسست شركتي، شركة بداية، بسنة 2003 شهر 12. كانت من أحلى لحظات حياتي، لأنه حسيت هاي بدايتي، أنا بداية جديدة لتطوري ولنقلي من محل لمحل تاني. هاي بتخيل كانت من أحلى لحظات حياتي واللي حسيت فيها بالرضا. بالنسبة لشعور بخيبة الأمل، ما أظن أنا شعرت أبداً بأي خيبة أمل، لأنه حتى الأخطاء اللي كل إنسان بيغلط، حتى الأخطاء اللي صارت معي بالشغل، كان كل غلط عبارة عن إكسبيرينس بحد ذاته، علمني. كل شيء عملته غلط تعلمت منه ووصلني لهالمرحلة اللي أنا فيها. بالنسبة للتضحيات كمان ما بعتبرها تضحيات. يعني أنا امرأة متزوجة وعندي بنتين، وقايمة بدوري طبيعي، الأمومة والزوجة والطبيخ والبيت والحياة الاجتماعية. هو ضغط أكثر من تضحية. ما أظن إنه شغلي واللي وصلني للي أنا فيه سبب لي أو كان في وراء تضحيات. بالعكس، هي it's all about time management. كيف تحدد وقتك، كيف ترتب وقتك لتوافق بين العمل وباقي أمور الحياة. بملي وقت فراغي إذا كان في وقت فراغ، أكيد مع بناتي ومع عائلتي ومع زوجي. ولما أخلص من بناتي وزوجي بقرأ كتير، بحب أقرأ. بمشي، بحب أمشي وأقرأ كإلي، يعني أشياء إلي. غير هيك لما أفضى من الشغل، دائماً بناتي number one priority وزوجي. اجتني فكرة تأسيس شركتي بعد ما اشتغلت 13 سنة بنفس المجال، بس كنت أشتغل للناس، للعالم، للشركات اللي اشتغلت فيها. بعدين فكرت إنه بعدين وصلت بصراحة، طلعت لأكبر أعلى المراكز بمحل ما كنت أشتغل، وما عاد فيه، صار في سيلينج، ما عاد في نمو أكثر بالشركة. وبعدين قلت إنه I can do it for myself. خلص بكفي خبرة وتعلمت كتير. طبعاً هو ما في إشي اسمه بكفي خبرة، بس حبيت إني أنتقل من عالم الوظيفة لعالم المهنة وعالم الأعمال اللي تكون لإلي. فنفس اللي كنت أعمله لشركتي أو لشركتي السابقة، هلأ بس بعمله لمثلاً 14 شركة، إذا كان عندنا مثلاً 14 زبون. التحديات والمخاطر، يعني دفنت لي أول ريسك أخذته هو إني أفتح الشركة. كان ما بعرف إذا رح تنجح ولا لا، ما بعرف إذا رح أستمر ولا لا. هذا أكبر ريسك أخذته، لأنه لما كنت بوظيفتي كمان كنت كتير مرتاحة بالوظيفة، واصلة مناصب عالية، دخلي كتير عالي. حتى في ناس قالوا لي يعني مجنونة بتتركي هيك راتب و you take the risk on your own. I did take the risk، والحمد لله يعني نجحت كتير، وهي السنة السادسة إلي بالعمل، وصرنا من أكبر الشركات بالمنطقة حتى بمجالنا. التحديات، كل يوم في تحدي. لتقنع زبون بأنك good enough لتشتغل له is تحدي. To retain the employees is again another challenge. Retain the clients is a bigger challenge. فكل يوم في تحدي، بس هذا اللي بيخلينا كل يوم نقوم الصبح ونشتغل. يعني أهمية مشروعي بالأردن، ببلدي، again يعني أنا فتحت وعندي mission بحياتي إنه to elevate the level of the industry تبعتنا، اللي هي media consultancy و public relations. هذا أهميته، إنه الحمد لله يعني هلأ، قبل 6 سنين كان أي حدا يقدر يقول أنا عندي PR agency وبفتح PR agency. هلأ مع الكومبيتيشن صاروا العالم يميزوا what is the right PR public relations and what is the عادي أو مزيف. أظن هاي هي أهميته، رفعنا المستوى تبع الاندستري تبعتنا، وصاروا العالم يطلعوا على PR as a very important service لشركاتهم. لأحمي شركتي من المنافسة، شو بتبع؟ أولاً
I retain my employees. بشغلي أنا ما عندي بضاعة، ما بشتري وببيع بضاعة. بضاعتي هي الـ human resources، هي الأدمغة، البرينز اللي عندي بالشركة. لا كتير صعب تحصلي عليهم، ولما تحصلي عليهم you have to invest in them to train to تصرف على الموظف. هذا من أكتر إشي بعتبره يعني قوية فيه أنا بالشركة، اللي هو retaining the good employees, keeping the brains around you. هذا اللي بيحميني من المنافسة، لأنه once you have القاعدة الصحيحة يبقى أنت أو أنتي متقدمة تماماً بمشاريعك وسابقة المنافسين. لما يصير في turn over عالي you know، لأنه it's about planning وstrategies، ما بتقدري اللي حط لك البلان أو الاستراتيجي لا ex client بعد بشهر يترك، لأنه في sustainability وفي follow up. I think واحدة من النقاط القوية عنا هو الموظفين اللي عندي. اليوم اللي عم بيحفزني أكمل is the challenge. لازم أطلع برا سوق الأردن، لازم نصير regional ولازم نصير international. This is the main objective اللي هيك looking بنظرة ثاقبة عليه. مثابرة غير موجودة، قصيرة كتير، هي الحياة. جمانة طوال، بداية corporate communications، الخدمات سنة 2003.